شكرا رانيا. وبالفعل كانت المفاجآت هي السمة الغالبة أو المميزة لدور المجموعات من كأس العالم قطر 2022. بدأت المفاجآت بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي. أيضا تواصلت المفاجآت بفوز تونس على فرنسا وبفوز الكاميرون على البرازيل. وكانت قمة مفاجآت في دور 16 بالأمس عندما فاز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني الذي كان مؤهلا ومن أبرز الأسماء المرشحة للمنافسة حول أو على كأس العالم هذه النسخة. أكمل المنتخب المغربي المشوار وتواجد في دور الثمانية. ولمزيد حول ردود فعل الجماهير المغربية بعد هذا الفوز الكبير والتاريخي معنا عبد الصمد قطيوي من الرباط. أرحب بك عبد الصمد، يعني كيف استقبلت الجماهير المغربية هذا الفوز التاريخي على إسبانيا والوصول كأول منتخب عربي إلى دور ربع النهائي في كأس العالم؟ نعم، فقط في مثل هذه الساعه من يوم امس كانت المقاهي بل كانت الشوارع خاليه على عروشها، وجميع المواطنين وكانهم احتشدوا في نقط المقاهي ومناطق متابعه المباراه. لم يكن احد يتوقع بان هذه النتيجه التي نتحدث عنها اليوم، هذا الفوز التاريخي وهذا الانتصار للمنتخب المغربي، وهذه المفاجاه على المنتخب الاسباني لم يكن احد يتوقعها. كانت الحماسه على اوجها وكان الجميع يتابع بعد الفوز بالركلات الترجيحيه شوطين اضافيين على 90 دقيقه والركلات الترجيحيه 3-0. كانت المفاجأة كبيرة جدا، وخرجت الجماهير إلى الشوارع، ولليلة كاملة دامت هذا الشارع بالضبط، وكنا أمس من هنا مباشرة غاص على أطراف الجميع يحتفل، وهناك مفرقعات وصفير، ويعني الفرحة على أشدها كانت هنا في الشارع. حتى اليوم 24 ساعة على هذا الفوز التاريخي تقريبا، ما زالت الآثار بادية، لا حديث للمواطن الآن إلا على هذا الفوز. الكل يترقب ما الذي ستسفر عنه مباراة مع البرتغال في السبت المقبل. الكل أيضا يتفائل بأن ربما المفاجأة تستمر. هل ارتفع علي سقف الطموح يعني مع فوز المغرب على إسبانيا ووصوله إلى هذا الدور؟ لأنه بالتأكيد الإنجاز قد حدث، صعود المغرب إلى ربع النهائي في كأس العالم هو إنجاز بالتأكيد. هل مع توالي الانتصارات ارتفع سقف الطموح أيضا لدى الجمهور؟ مرتفع، والمعنويات مرتفعة جدا، والتوقع يعني في سقفه. الجميع الآن يقول بأنه مباراة البرتغال ستكون مباراة تقنية، والفوز أكيد يعني على الأقل حسب ما استقيناه من الذين يفهمون، يعني خبراء بالرياضة ومحللين وصحفيين بالرياضة يقولون بأن مسألة البرتغال فعلا ستكون صعبة، لكن لن تكون أصعب من المباراة التي قام بها المغرب أمام إسبانيا. الكل كان يقول بأن إسبانيا أصعب من البرتغال، ف ربح المغرب المباراة، وبالتالي مباراة البرتغال الجميع أكثر تفاؤلا وسقف التوقعات عالي جدا. وكما قلت عنوان هذا المونديال عنوان مفاجآت بامتياز، ولربما كما وعد الركراكي للمنتخب المغربي أن يحلم ربما قد ينال كأس العالم، يعني لا شيء، هذا قانون الدائرة الساحرة أو المستديرة الساحرة، ولربما أكبر المفاجآت عندما تهزم ربما منتخبات متواضعة إن صح التعبير، منتخبات كبيرة كانت مصنفة لأن تنال كأس العالم مثل إسبانيا، كانت مصنفة وهي وصيفة فرنسا في كأس أو في مونديال روسيا، وأيضا حتى بلجيكا كانت مصنفة الثانية وهزم المغرب، وما فعلته أيضا السعودية مع الأرجنتين وغيرها، كلها فعلا وكأن قلبت المعادلات وقلبت الموازين، وبدأت تظهر في الحقيقة منتخبات إلى أرض الوجود منها المنتخب المغربي بتقنيات وبتصور كبير جدا لمستوى لاعبيه. شكرا لك.
شكرا لك زميلي عبد الصمد الطيوي، كنت معنا من الرباط، وكل التوفيق بالتأكيد للمنتخب المغربي في مواجهته المرتقبة أمام البرتغال. نرحب إذن بضيفنا في الاستوديو الكابتن ياسر الشنواني لاعب المنتخب المصري السابق، برحب بك يا كابتن ياسر. تمام، سعيد أن أكون معك. أهلا بحضرتك. يعني كنت تتوقع هذه النتيجة، تتوقع أن تقصي المغرب ويقصي المنتخب المغربي منتخب إسبانيا الذي كان يعني من أهم الأسماء المرشحة حتى للفوز بالبطولة؟ خلينا نقول الأول أن البطولة بطولة قوية جدا، نظام وتنظيم على أعلى مستوى، نظام رائع، بطولة قوية جدا. زي ما قلت في المقدمة تامر أن فعلا كان فيه حصل مفاجآت كتيرة، أهم المفاجآت كان فوز السعودية على الأرجنتين على ميسي ورفاقه، افتجت حاجة قوية جدا، فوز تونس على فرنسا، فوز الكاميرون على البرازيل. لكن خلينا نقول أن حصل مفاجآت في دور المجموعات، لكن المفاجآت دلوقتي لما كل الفرق اللي وصلت لدور 16 ما فيش مفاجآت كبيرة. لكن أكبر مفاجأة، المفاجأة الوحيدة، أكبر مفاجأة هي مفاجأة المغرب امبارح. فالمغرب امبارح أدت أداء رجولي، أداء رائع، يعني خلتنا كلنا كعرب، مش الشعب المغربي بس، كل العرب فخورين جدا بأداء المنتخب المغربي. وإن شاء الله بإذن الله، حتى كنت شايفك بتتكلم مع الأخ عبد الصمد من المغرب بتقول له هل ده يعني علي سقف الطموح؟ ففعلا أكيد، يعني الأداء اللي أدوه الأداء الرجولي مع فرقة بحجم منتخب الأسباني، إحنا بنتكلم عن فرقة كل لاعبتها بيلعبوا في، يعني أغلبهم في الدوريات الكبرى، يعني في الدوري الأسباني أو في الدوري البريمير ليج، كل برشلونة بالظبط، أو في البريمير ليج بالظبط، كل الناس، وأبزليكويتا وكل الناس دي، يعني بصراحة كانت مباراة قوية جدا 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 للمنتخب المغربي. لكن أنا شايف إن الأداء اللي قدمه المنتخب المغربي بالرجولة لو استمرت على كده، إن شاء الله بإذن الله المنتخب المغربي رغم إن في إنجاز كبير جدا إن هو أول فريق عربي يوصل لدور الثمانية، يعني المغرب كان آخر مرة آخر إنجاز حققه كان في بطولة 86 في المكسيك، كان وصل لدور 16 بس. لكن أنا شايف إن الأداء لو استمر على نفس الأداء بتاع إمبارح، فإن شاء الله بإذن الله المنتخب المغربي يعمل حاجة كويسة. في فرق أحيانا بيكون بين الطموح والقدرة، إنك أنت طبعا عايز حاجة وإنه على أرض الملعب حاجة، ودايما بيكون بعد المباريات القوية اللي اللعيبة بتستفز فيها وتخرج كل طاقتها، والمنتخب المغربي كمان كانت مسيرته صعبة، يعني قابل كرواتيا وقابل بلجيكا وقابل كندا. يعني كندا أقلهم طبعا، وإمبارح كسب برضو إسبانيا. فبالتالي بعد كل هذا المجهود البدني والمخزون ويعني الاستنفار اللي حصل للعيبة خلال المباريات الماضية، هل ده ممكن يؤثر على أداء المنتخب المغربي أمام البرتغال؟ وخصوصا احنا شفنا البرتغال امبارح أداء رائع، منتخب مخيف ضد سويسرا طبعا، يعني حتى الناس كلها كانت بتشوف البرتغال امبارح ضد سويسرا بتقول دي زي البرازيل بالظبط. لكن خلينا نتكلم في نقطة مهمة جدا جدا جدا، وهي وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي. الراجل ده فعلا صنع فرق كبير جدا، الراجل ده كسر قاعدة ان لازم المدرب يبقى يقعد فترة كبيرة مع المنتخب. الراجل يمكن شهرين او اكتر بس استلم المهمة في المنتخب المغربي، وداخل على بطولة بحجم اكبر بطولة في الكرة الارضية بخصوص الكرة، كاس العالم، وبنشوفه بيأدي اداء رائع. المنتخب المغربي ادى اداء في دور المجموعات، يعني انجاز المنتخب المغربي ان هو يوصل اول مجموعة بسبع نقاط، من فوز على كندا، من فوز على بلجيكا، من تعادل مع كرواتيا. لكن شفنا دلوقتي ان يهزم حتى الان، واستقبل هدف واحد في اربع مباريات بالظبط، وده نتيجه لايه؟ لان هم فعلا بيلعبوا بطريقه كويسه جدا، عندهم حارس مرمى طبعا، شفنا ياسين بونو ده كان ليه يعني اليد العليا في ان توصل المغرب لدور الثمانيه. لكن انا شايف ان وليد الركراكي عامل علاقه قويه جدا بينه وبين اللعيبه، بيقدر يتعامل مع اللعيبه نفسيا كويس جدا. فانا شايف ان الطموح بالنسبه للمنتخب المغربي زي ما علي من دور المجموعات لدور ال 16، ان شاء الله باذن الله في دور الثمانيه، رغم ان محدش يقدر يختلف على ان المباراه هتبقى قوية جدا مع فرقة بحجم البرتغال. لعبت 120 دقيقة قدام منتخب قوي زي اسبانيا، ولعبت مباريات، هل هيكون في فرصة للاستشفاء وان اللعيبة يعني تسترد انفاسها؟ لانه المنتخبات العربية مهما كان، يعني المنتخب المغربي عندهم محترفين يعني كبار جدا طبعا، في اندية كبيرة في اشبيليا وفي باريس سان جيرمان وفي بايرن ميونخ وتشيلسي، محترفين واسماء بالزبط كبيرة. لكن في النهاية فكرة الطموح وفكرة انه خبرة البطولات المجمعة وخبرة كأس العالم، هل موجودة لدى المنتخب المغربي
ان هو يتخلص من المشاكل دي؟ اكيد هتبقى موجوده بسبب ان في عنده لعيبه بتلعب في دوريات كبرى زي تشيلسي، زي اشبيليه، زي فيورنتينا. فده انا شايف ان ده هياثر تاثير، ممكن يكون تاثير سلبي شويه، لان فعلا احنا ما شفناش الا في دور في دور 16 ما فيش الا مباراتين بس هي اللي اتلعب فيها وقت اضافي، كانت مباراه كرواتيا واليابان وامبارح مباراه المغرب. لكن انا شايف ان ممكن يكون ليه تاثير، لان فعلا ادوا اداء قوي جدا في خلال دور المجموعات، اداء قوي جدا في دور 16، ممكن يكون ياثر تاثير. لكن انا شايف ان الروح العاليه ممكن برضه يكون لها تاثير ايجابي، فاذا كان الاصابات او اذا كان المجهود البدني العالي هياثر تاثير سلبي، لكن انا شايف ان الروح ممكن يكون لها تاثير ايجابي اكتر. طيب احنا يعني خلاص داخلين على دور الثمانيه والمراحل الحاسمه من كاس العالم، عندنا مواجهات في منتهى القوه، عندنا فرنسا وانجلترا مثلا، ده يعني نهائي قبل الاوان، ارجنتين وهولندا، عندنا المغرب والبرتغال. بترشح مين من الفرق ان هم تكون اضلاع المربع الذهبي؟ هو طبعا احنا دلوقتي لغايه دلوقتي احنا قلنا ان مفيش مفاجآت حصلت في الا هو وصول المنتخب المغربي، ودي حاجه تدعو للفخر. لكن خلينا نقول ان في يعني فرق كبيره جدا ومنتخبات كبيره جدا كانت مرشحه وفعلا ادت اداء يعني يوضح للناس ان هي فعلا تبقى مرشحه انها تفوز بكاس العالم. لكن انا شايف ان فريق هولندا من الفرق المرشحه، لكن لغايه دلوقتي برضه ما اداش اداء مقنع. لكن انا دايما بقول ان انا حاسس ان من الاول ان النهائي هيكون ما بين فرنسا والبرازيل، لان البرازيل مؤديه اداء رائع جدا، فرنسا برضه، فانا شايف ان دول اكثر. البرتغال بعد اداء امبارح ما يقولكش يعني البرتغال يعني ولا المنافس ما كانش يمكن القياس عليه يعني اداء امبارح بس، اداء امبارح بس. لكن يعني انا شايف هولندا لغايه دلوقتي مش مقنعه، البرتغال ما كانتش مقنعه لغايه مباراه امبارح ضد سويسرا، لكن تعتبر تدخل يعني بالفرق المرشحه بقوه البرتغال. لكن انا شايف ان اكتر فرقتين دلوقتي مقدين اداء مقنع هم فرنسا والبرازيل.